أسهل المثال خلصناه. طلاب عيني واضحة الشاشة؟ نعم واضح. هذا مثال آخر طبعا حليته. كل مثال حليته واحد. هذا مثال آخر، شوفوا الطريقة أنا محددتها. Gaussian elimination method أو Gauss elimination method. x2 زائد x3 يساوي المعادلة الأولى، تشوفون بها ترى x1 ماكو، يعني المعامل مالته صفر، صفر بالمصفوفة. x1 x2 x3 معناها نفس الشيء x1 x2 x3. هذا المثال أسهل، ليش؟ هسه راح أشوفكم. عندنا هاي السيت من المعادلات، خليت بيها ال x1، شوف المعامل مالته ماكو صفر، x2 x3. x1 x2 x3 معاملات وراها تخلون فد خط عدل وراها اللي ورا اللي يساوي اللي هي البي 5 3 2. ايش راح يسوي الطلاب على مود يسهل الحل؟ طبعا بس بهذا السؤال يقول لك ما دام معامل ال x1 صفر بالمعادله الاولى اخليها سطر ثاني، يعني يبدل الاسطر، يبدل الاسطر، يعني السطر الاول يخليه سطر ثاني بس بدل الاسطر. السطر الأول يخليه سطر ثاني صار جوه، والسطر الثاني صار سطر أول. ليش؟ هاي القيمة الصفر أسهل بالحل، لأن أصلا مصفرة، بعد ما تجي على السطر الثاني والصفر بي أول قيمة، هي مصفرة، هي مصفرة. إيش راح أسوي؟ السطر الأول، الأول اللي هي قلنا يبقى ثابت طول فترة التغييرات، بعد ما يجي يقول لك ويا السطر الثاني وهم يطرح، لا هو اصلا باول قيمه صفر. يجي يقول السطر الاول ياخذ كله ويا من؟ ويا السطر الثاني الثالث العفو، لان الثاني قلنا اول به قيمه صفر وماكو داعي اصفرها اصلا، هي مصفره. ياخذ الاول ويا الثالث، ياخذ الاول يعني الاول وياخذ الثالث. طلاب الثالث، الثالث شلون يصفر اول قيمه بي اذا هاي اربعه وهاي واحد؟ يعني حتى اذا قال اربعه ناقص واحد ثلاثه، ايش راح يسوي؟ يضرب السطر الاخير. شوفوا هنا في اربعه، في اربعه يضربه في اربعه. ايش راح يصير عندك؟ هذا ظل نفسه والثالث ضربه في اربعه، صار عنده أربعة ناقصا أربعة، أربعة بثمانية، يضرب هذا السطر في أربعة، أربعة في واحد أربعة، أربعة في ناقص واحد ناقصا أربعة، أربعة في واحد أربعة، أربعة في اثنين ثمانية، هي يعني نزل نفسه وراح عملية الضرب. بعدين شو يسوي؟ يقول بالطرح، بالطرح، طرح الأربعة من الأربعة صفر، واحد من ناقصا أربعة واحد ناقص ناقص أربعة خمسة، والبقية نفس الشيء، يطرح الواحد بالله. صار عنده الناتج، الناتج وين أخذه؟ إجا وخلاه هنا. الناتج صفر خمسة ناقص خمسة ناقص خمسة. إذا سهل العملية، سهل العملية. هو أصلا عنده سطر ثاني مصفر أول قيمة، السطر الثالث هو صفرة، إذا نقلل العمليات. إيش عندي بعد؟ لازم أصفر هذا. شلون أصفره؟ بعد ما استفاد من السطر الأول، شوفوا طلاب السطر الأول استفاد أصفر به القيمتين اللي تحت العنصر الأول، صفرة. بعد ما لي شغل به، على من أروح؟ على الثاني والثالث. الثاني والثالث، شوف الثاني والثالث يعني ينزلهن هنا. هذا الثاني صفر واحد واحد خمسة، وهذا شنو؟ الثالث صفر خمسة ناقص خمسة ناقص خمسة. زين طلاب شلون يصفر الخمسة؟ لازم الفوقها هم خمسة. ايش راح يسوي؟ يضرب السطر، هذا السطر يضربه في خمسة،
يضرب فيه 5، شو راح يصير عندك؟ صفر فيه 5 صفر، 5 فيه 1 5، 5 فيه 1 5، 5 فيه 5 25. عمليات هنا كاتبتهم فيه 5، يطلع عندك هذا السطر. شو راح يسوي؟ بالطرح يطرح واحد من الداخل، صفر ناقص صفر صفر، 5 ناقص 5 صفر، 5 ناقص ناقص 5 10، 25 ناقص تبو ترى هي ناقص، هو إشارته ناقص يصير موجب، ف25 يصير عندك زائد 35، انتبهوا لأن هو بالطرح، فإذا سالب عندك وأنت أصلا هم عندك ناقص راح يصير موجب. الناتج وين ينزله؟ الناتج يخليه بمكان السطر الثالث. صار عندك الثلاث صفارة وين؟ أول صفرين تحت العنصر الأول بالسطر الأول، والصفر وين؟ صاير بالسطر الأخير. يعني السطر الأخير عندك لازم يصير فيه صفرين وبس عنصر واحد يبقى. ليش؟ معامل الـ x1 صفر، معامل الـ x2 صفر، معامل الـ x3 10. هسه نستخدم نفس الطريقة مال التعويض العكسي، أبدأ بالسطر الأخير. أقول 10x3 يساوي 30. يساوي 30، ها من جبته؟ من السطر الأخير. 10x3 يساوي شنو؟ 30. إذا x3 شو يساوي؟ 3. أجي النور طلعت هسه x3، أجي على السطر الثاني. شو بيه السطر الثاني؟ معامل الـ x1 صفر، معامل الـ x2 واحد، معامل الـ x3 واحد، واللي ورا اللي يساوي 5. ف x2 زائد x3 يساوي 5. x2 زائد x3 طلعتها بالخطوة السابقة اللي هي 3. إذا الـ x2 يساوي 100. أكمل. شو بقى عندك؟ بس الـ x1 تروح على السطر الأول. هذا السطر الأول. هذا السطر الأول. 4x1 زائد x2 ناقص x3 يساوي 3. انت عندك بس الـ x1 مجهوله لان الـ x2 والـ x3 طلعتها بالخطوات السابقه. x1 يطلع عندك 1، اذا طلع لنا 1 قيمه الـ x1، 2 قيمه الـ x2، 3 قيمه الـ x3. هي هاي طريقه التعويض العكسي. اول مره اطلع شنو؟ الـ x3 وبعدين الـ x2 وبعدين الـ x1. هذا المثال أسهل. ليش؟ لأن هنا عندك قيمة صفر، هذا الصفر يفيدك، تروح رأساً على السطر الثالث. وإذا تشوفون الـ x1 نهائياً ما يتغير نهائياً، حتى إذا كانت عندك قيمة يعني المتغيرات مثلاً 4 أو 5 أو أكثر. شوف هذا المثال اللي وراه هسه هنا طلاب، طلعنا قيمة x1 x2 x3. انتبهوا مرات تجيكم مرتبة، انتوا رتبوها. مرات اخاف اجيب لك ال x3 بالبداية مو ال x1 رأسا. رتبوها، انتبهوا دائما خلوها مرتبة، يعني x1 بعدين x2 بعدين x3. ناهم نفس الحالة. شوف طلاب هذا المثال في 4 معادلات. Solve the following equation by Gaussian elimination method. 4 متغيرات 4 معادلات. شو راح احل هذا؟ شوية طلاب اطول من السابق. ليش؟ لان 4 معادلات عندك. عندك هاي المعادلات طلاب، شو راح اسوي؟ اكيد اخليها بشكل مصفوفة، اسميها مصفوفة الاي او مصفوفة المعاملات.
أربعة، 14 ناقص الواحد بستة. انتبهوا هنا إكس تسلسل إكس واي زد دبليو، أو احتمال أجيب لك إياها إكس 1 إكس 2 إكس 3 إكس 4. أسهل. السطر الثاني نفس الحالة، السطر الثالث والسطر الرابع. أستخدم السطر الأول على بوتشينو أصفر به هذا القيم، ثلاث قيم تحت العنصر الأول، ثلاث قيم راح أصفرها شلون؟ آخذ السطر الأول ويا السطر الثاني، ما أقدر أقول رأس المطرح، ليش؟ أربعة ناقص اثنين، اثنين هم راح يبقى رجع صفر، أضرب هذا السطر في شنو؟ في اثنين، في اثنين، فهذا السطر ظل نفسه اللي تغير الثاني ورا ما ضربته في اثنين. صار عندي القيم أربعة ثمانية اثنين أربعة عشرة، وراها أقول بالطرح، بالطرح أربعة ناقص أربعة صفر، أربعة عشر ناقص ثمانية ستة ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة، ستة ناقص أربعة اثنين دعش ناقص عشرة واحد. أجي وأخليه وين؟ أجي وأخليه بكرة السطر الثاني، صار عندي سطر ثاني جديد. طلاب هالعمليات كلها أريدها هسه بالملزمة، بس حاجي هو شوف هنا مثلا، يعني بس يقول لك مالتبلاي ذا سكند رو، أنا ما أريد يعني حاجي، لا أريد تطبيق يعني مثل هسه هذا، ماكو داعي. هاي الحكي كله أنا ترجمت على شكل معادلات، شوف مثلا مالتبلاي ذا ثيرد رو، أنا كله ترجمت على شكل معادلة. هسه خليت السطر الثاني وبكان السطر الثاني جديد، اجي واكمل اقول اخذ السطر الاول، اخذ السطر الاول كل مره اخذ السطر الاول اصفر بيه ليش هاي القيم، ويا من هالمره ويا السطر طبعا هي ريال المفروض، كل خطوة الكتوة المصفوفة من جديد، شنو التغيير اللي صار بيها؟ آخذ السطر الأول ويا الثالث، هذا السطر الأول وهذا الثالث، نفس الحالة إذا قلت ما أقدر أقول رأس المطرح، لأن أربعة ناقصا واحد ثلاثة، أنا أريد أربعة ناقص أربعة، فش أسوي؟ أضرب السطر في شنو؟ في أربعة، ضربته في أربعة، وبعدين شو أسوي؟ أقول بالطرح، بالطرح، أربعة ناقص أربعة صفر، أربعة عشر ناقص ناقص أربعة، يعني أربعة عشر زائد أربعة ثمانية، ونعم نفس الحالة. الناتج وين نزله؟ الناتج اخليه بمكان السطر الثالث، صار عندك اول قيمه بالسطر الثالث صفر، نفس الحال اخذ الاول ويا الاخير الرابع، اخذت الاول ويا الاخير، هذا يفيدني ويا الاخير، ليش؟ ماكو داعي بعد اضرب، اقول له بالجمع، ليش؟ ليش ما اقول بالطرح؟ لأن هي الإشارات عندك مختلفة، فهي رأسا تقول أربعة ناقص أربعة صفر، يعني ماكو داعي تقول بعد طرح، مرات تجيك حالة بالطرح ومرات تجيك حالة بالجمع، بالجمع إيش وقت؟ إذا هي الإشارات مختلفة أصلا عندك، إذا هي الإشارات أصلا مختلفة فرأسا تجمعهم يطلع صفر، وأربعة عشر زائد اثنين ستة عشر ناقص واحد ناقص ستة ناقص سبعة، ستة زائد واحد سبعة، 11 ناقص اثنين تسعة. أجي وهذا الناتج وين أخليه؟ مكان السطر الأخير. صار عندك ثلاث قيم اللي تحت العنصر الأول بالسطر الأول صفر. طبعا طلاب هذا البروسيجر ثابت بكل المعادلات، السطر الأول الصفر بشنو؟ أول قيمة
من الأثر اللي جواه، أول قيمة من الأثر اللي جواه، يعني السطر اللي جواه من الأثر اللي جواه، ثاني ثالث رابع، أو احتمال 3 محاولات عندك حسب. هسه شو أسوي؟ بعد لازم أصفر، لازم أصفر السطر الأول أوفى، انتهى بعد، ما أقدر أستفاد من عنده أكثر من هاي الحالة، لأن صفرت بيه 3 عناصر اللي تحت القطر، شنو؟ أو العفو، اللي تحت العنصر الأول اللي هو الأربعة. شو راح أروح؟ هسه آخذ السطر الثاني، الثاني راح استفاد منه، شلون؟ آخذ السطر الثاني، السطر الثاني طلاب بيش راح يفيدني؟ هاي الستة استفاد من عدد بيش؟ أصفر ذني ل 18 و16، الأول أعوفه، بعد أروح على الثاني أصفر بيه القيمتين اللي تحت العنصر الثاني اللي هن ال 18 و16. هذا السطر الثاني جبته وخليته هنا، والسطر اللي جوا اللي هو الثالث هم خليه جوا، ونفس الحالة ما أقدر هم رأسا أقول بالطرح، ما أقدر أقول 6 ناقص 18 هم ما يفيدني. طلاب عين الصوت واضح؟ الشيء نعم واضح؟ سمعت، أوكي. نعم سمعت. طبعا أكيد طلاب هاي يعني الطريقة ما تفتهموها رأسا، إذا مو أكثر من مرة شوفون الفيديو وطبقوها بيدكم، يلا شوية تسووا، وهي طريقة جديدة عليكم وقلت لكم مهمة. أجي وأضرب هذا السطر في 3، في 3، ليش أضربها في 3؟ على مود هاي ال 18 تصير نفس ال 18 اللي جواه، وأقدر أطرح. اضربوا لي هذا في 3، 3 في 0 0، 3 في 6 18، 3 في ناقص 3 9، 3 في 2 6، 3 في 1 3، طلع عندي هذا السطر. هسه اقدر اقول بالطرح، ليش؟ لان 18 ناقص 18 0، القيم اللي ورا بعد ما تاثر عليه اذا صفرت او ما صفرت اهم شيء ذني القيمتين، اهم شيء ذني مصفرات. اجي بعد اقول عادي بالطرح، مثلا هنا عندك ناقص 9 ناقص ناقص 21 12، 6 ناقص 4 6 ناقص 10 ناقص 4، و3 ناقص ناقص 25 راح يصير عندك 28. هذا السطر اجي وين اخليه؟ بكان السطر الثالث، صار عندك سطر ثالث جديد. اوكي هسه الثاني نفسه أصفر بيه أيضا، شنو؟ أصفر بيه هاي 16، أصفرها، لازم أصفرها، شلون؟ أجي آخذ السطر الثاني أخليه، وأجي آخذ السطر الأخير أخليه، ما أقدر أقول رأسا بالطرح، ليش؟ 6 ناقص 16 يصير، ما يصير صفر. لازم اجي طلاب قد مضاعف مشترك اضربه به، يعني الستة يعني هاي القيم شلون تتساوى؟ يعني اذا ضربت تلقي قد مضاعف مشترك، يعني الستة، شوف هذا السطر كله اضربه في 8، ليش طلاب؟ 6 في 8 48، و16 في 3 هم 48، نسميه مضاعف مشترك او مو عامل مشترك، مضاعف. ليش؟ على مود هاي القيم يتساوى، شلون تساويهن؟ 6 و16 بعيدات واحد عن الاخر، ليانات المعادلتين واحدة اضربها في 8 وواحدة اضربها في 3، ليش؟ على مود تساوي 6 و16 6 و16. هسه الساون انت اضرب هذا في 8 واضرب هذا في 3، ايش راح يطلع عندك؟ 0 ب 48 بناقص 24 16 8. طلاب انتبهوا من تضربون، انتبهوا، يطلع اذا غلط كله يطلع غلط، يعني خاف تخبطون بشارة. هنا نفس الحالة، هذا ضربته في 3
أهم شيء أساوي هاي القيم، مالي دخل بالبقية لو شقد ما يطلع عندي. هسه أقدر أقول له بالطرح 48 ناقص 48 صفر، فصار عندك صفر بصفر أول قيمتين صفرين. هذا الناتج، الناتج وين راح أخليه؟ أخليه بمكان السطر الأخير. شوف كم صفر صار عندي، صفر 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 صفرين، وبعد لازم شو أصفر بعد؟ أصفر ناقص ثلاثة. ليش طلاب دائما بالسطر الأخير؟ السطر الأخير مثلا أنت عندك هنا أربع معاملات، الثلاث معاملات يصيرن صفر، يبقى عندك بس واحد اللي هو هذا، وبالسطر اللي قبله معاملين صفر، بالسطر اللي قبله معامل واحد صفر، باللي قبله ماكو ولا معامل صفر. زين الثاني هم بعد ما اقدر استفاد من عنده، صفرت بيه اول قيمتين من الجواب، ايش راح اروح هسه؟ اخذ الثالث والرابع، الثالث والرابع، الثالث والرابع، هذا الثالث وهذا الرابع. ايش بيهم الثالث والرابع؟ هم راسا ما اقدر اقول بالطرح، انا اريد اصفر هاي ناقصه ثلاثه، ما اقدر اقول راسا اطرح 12 ناقص ناقص 3، هم نفس الشيء ما راح يطلع عندي صفر. ايش راح اسوي؟ اضرب هذا السطر في 4، في 4 تشوفون هنا في 4، اضربه في 4، هذا السطر يبقى نفسه، الجو اضربه في 4 على مود اقول 12 ناقص 12 صفر. طبعا هنا بالجمع، ليش بالجمع؟ لأن الإشارات مختلفة، فرأسا أجمع الصفر ويا الصفر صفر، الصفر ويا الصفر صفر، 12 ناقص 12 صفر، ناقص 4 ناقص 20 ناقص 24، يعني أكو حالات بالجمع وأكو حالات بالطرح، 28 ناقص ناقص 76 راح يساوي ناقص 8، عفوا 28 رأسا ناقص 76 يساوي ناقص 48. الناتج، الناتج وين تجون تخلوه؟ بالسطر الأخير. شوف كم صفر صار عندي، بحيث بس بالسطر الأخير يبقى عندك بس قيمة واحدة، بس هاي القيمة مو صفر، اللي قبله قيمتين، اللي قبله ثلاث قيم، واللي قبل الأول يبقى نفسه دائما. هسه شو أسوي؟ أستخدم طريقة التعويض العكسي، وأبدي من السطر الأخير، أبدي من السطر الأخير. معامل إحنا قلنا هاي مو إكس، إكس واي زد، زد دبليو، يعني هذا معامل، يعني هسه معامل الإكس صفر، معامل الواي صفر، معامل الزد صفر، هذا الدبليو أخير واحد. يعني ناقص 24 دبليو شو يساوي؟ يساوي هالقيمة ناقص 48. الدبليو ايش قد راح يطلع عندك؟ 2. واروح على السطر اللي قبله اللي هو الثالث، 12 احنا قلنا معامل الاكس صفر واي صفر، الزد 12 دبليو ناقص 4، عندك 12 بناقص 4 يساوي 28. بس خلينا نرجع على هذا، هنا 12 زد ناقص 4 دبليو يساوي 28، 12 زد ناقص 4 دبليو انت مطلعها بالخطوه اللي قبل اللي هي كانت 2 يساوي 28، تعوض بيها تطلع لك قيمه الزد 3، 3 تروح تنتقل على السطر اللي قبله، نبدا من السطر الاخير تدريجيا، الرابع الثالث الثاني الأول، السطر الثاني اللي عندك هذا اللي عندك الثلاث معاملات، 6 واي ناقص 3 زد زائد 2 دبليو يساوي 1،
الستة واي عندك مجهولة، ليش؟ لأن أنت تطلع الزيت والدبليو بالأسطر اللي قبلها، تطلع قيمة الواي عندك واحد. تنتقل للسطر الأول، للسطر الأول. هاي طريقة التعويض العكسي أو الباك سبستيوشن. هذا السطر الأول. أربعة إكس زائد أربعتاش واي ناقص زد زائد ستة دبليو يساوي دعش. أربعة إكس زائد أربعتاش، الواي قيمتها واحد، الزد قيمتها ثلاثة، دبليو قيمتها اثنين. إذا الإكس تطلع ناقص ثلاثة، إكس تطلع ناقص ثلاثة. إذا باستخدام طريقة جاوسيان إليمينيشن ميثود، هي طريقة معقدة صح بس مهمة، طلع قيمة W W Z Y X بالعكس، تبدي من المتغير الأخير لحد ما توصل للمتغير الأول بالمعادلة. هاي يعني طلاب طريقة Gaussian Elimination Method. هاي الطريقة أتوقع توضيحكم بالصف.